وحول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر، وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات. أهلا بك أستاذة نوال في نشرة الثالثة. إذن ما هي آلية العمل التي سترتكز عليها هذه الاستراتيجية ومدى أهميتها وتأثيرها على مسيرة التعليم للأعوام القادمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نرحب بكم جميع المشاهدين والمستمعين، ونأكد على حسب ما تم ذكره من تقريركم التفصيلي أن وزارة التربية والتعليم دشنت خطتها الاستراتيجية، وركزنا طبعا فيها على مجموعة من المحاور، أربعة محاور جميعها راح تتم بإذن الله في تطوير المنظومة التعليمية. فمثل ما ذكرت في التقرير، هدف الاستراتيجي الأول يركز على تحسين جودة وفعالية النظام التعليمي والارتقاء بكفاءة مخرجاته من خلال محور جودة التعليم، وأيضا من خلال محور العنصر البشري. هدف الاستراتيجي الثاني يركز على تمكين الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، والهدف الاستراتيجي الثالث حول محور الخدمات الإدارية راح يركز على تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات. أما المحور الرابع هو محور البنية التحتية، فهو يكون تطوير البنية التحتية التعليمية والرقمية. طبعا آلية العمل تتم من خلال مجموعة من المشاريع بالإضافة إلى خطة تشغيلية لجميع قطاعات وزارة التربية والتعليم، من خلالها يتم وضع المؤشرات وتحديد الإجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بإذن الله. نعم الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر، وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات، شكرا جزيلا لك.